طبعا هذا كان تقرير عن أمسية المملكة الخامسة وبرعاية هيئة الترفيه وروتانا الخليجية التي كانت موجودة في هذا الحدث. ودائما يعني من مجال لمجال ومن نقطة إلى أخرى بننتقل وبنحاول نقدم اللي يفيد الشباب، وفي ساعة الشباب تحديدا لما يكون في ظاهرة أو يكون في أمر مزعج أو حتى حاجة ممكن تعود على مواهب الشباب بالضرر لابد نطرحها في ساعة شباب، خصوصا الموضوع يتكلم على مهنة أو حاجة شائعة زي التصوير. أكيد طبعا طراد مع ضيفتنا اليوم التي أتقنت فن التصوير الفوتوغرافي، وتقدروا تتخيلوا معنا أنه أيضا نقدر نكون احترافيين مصورين احترافيين بجوالنا والهواتف اللي بتكون معنا يوميا. حنتعرف أكيد عن كل شيء اليوم مع ضيفتنا اللي مشرفتنا اليوم في الاستوديو الفوتوغرافية أمل أحمد. يا هلا فيك معنا. أهلا فيك حبيبي. مشرفتنا وأنت أكثر حبيبي، يعطيك العافية. بداية نسمع كثير أن الفنون لها دائما قصة في حياة أصحابها، هل هذا الشيء ينطبق عليك ولا لا؟ أي أكيد، خصوصا أنه أنا بدأت من سن صغير جدا، يعني مرحلة 7-8 سنوات أتوقع أن هي مرة كثيرة. 7-8 سنوات تقريبا في هذا المجال. أي. طب دائما في، خلينا أقول لك، اختلافات وتغيرات في حياة كل مصور، وفي حتى تغيرات تقول لك فجأة، يقول لك الشخص فجأة حسيت نفسي أنا تطورت من نقطة معينة إلى نقطة معينة في مرحلة التغيير. إيش هي مراحل التغيير، أو خلينا نقول لك إيش هي النقاط اللي ممكن الواحد يرتكز عليها يحس فعلا أنه هو تغير نوع تصويره أو تغير حرفيته من شيء عادي إلى شيء عالي المستوى؟ معلش توضح مرة ثانية. يعني أوكي أديك إياها بصورة أبسط، النقاط التغيير اللي مريتي فيها في حياتك إيش هي أبرزها، وكيف ممكن أي مصور ثاني أو مصورة ثانية لما يشوفوا أو يسمعوا قصتك يعرفوا أنا والله هذه مثلا نقطة تغيير أو هذه أو هذه المرحلة أنا لازم أطور من نفسي كشخصي أنا كعمل أحمد؟ طبعا لك أنت. يعني أنا كنت في يوم من الأيام أطمح أن أنا أصور أو أمتلك كاميرا، فوصلت لمرحلة صرت أنا أدرب واعتماد دولي، يعني هذا بالنسبة لي نقطة تغيير مرة كبيرة، الحمد لله وصلت لشيء مرة حلو. وقت ما صار عندي اعتماد دولي للتدريب، يعني كنت اتمنى يكون عندي كاميرا، وصلت لمرحله مره كويسه، فهذا بالنسبه لي تغيير مره كبير. يعني الشهادات تعتقدي انها ارتكازه لانتقاله اخرى من حياتك؟ مو دائما، هو الممارسه اكثر شيء، المتابعه اكثر شيء، الخبره اكثر شيء. لكن بالنسبه لحالتك انت الشهاده جتني بعد 8 سنوات، يعني يعتبر مده مره طويله. صحيح. المتابعة أكثر شيء، أهم شيء الإصرار كان موجود والعزيمة. الطموح، الإصرار، العزيمة، الأشياء هذه. طيب حلو أمل، يعني أنت اليوم تعتبري أول مصورة فوتوغرافية تعمل دورات تصوير ولكن مو بالكاميرا، وهذا بالآيفون، يعني هذا الشيء جديد علينا، فكيف وصلت لهذه المرحلة؟ وصلت للمرحلة هذه لأنه أنا أوريدي أصلا كان السناب شات بخصصه ليومياتي فقط، أو خلينا نقول للشغل، إعلانات وإلى آخره. فلما بدأت أدخل في اليوميات صرت أصور، بس أبغى أنقل الصورة هذه للمتابعين بشكل احترافي، حتى لو كان كوب قهوة، صباح الخير، مساء الخير، قاعدة أقرأ كتاب، أسمع ميوزك مثلا، فكنت أبغى أنقل صورة تعبر عني كاحتراف حتى لو كانت بسيطة. ومع الوقت لاحظت أن المتابعين صاروا ينتبهوا أنه يعملوا كابتشر مثلا، ممكن ناخذ الصورة، كيف صورتيها، كيف الإضاءة، كيف الزاوية، إيش نوع الكاميرا، العدسة، بس بالنهاية هي جوال آيفون، يعني ممكن يكون أي إصدار آيفون، جالكسي، أي شيء. فصار في طلب انه ممكن تشرحي كيف سويتي، كيف صورتي، كيف عملتي. ومع الوقت كذا حسيت انه صرت انزل دروس مبدئيا عادي، لمبه صغيره، اضاءه، شباك، شمس، فلقيت انه في ناس كثير نفسهم يتعلموا التصوير، نفسهم يبدعوا، بس ممكن ما عندهم امكانيه، ممكن ما عندهم الوقت انه يشتروا اشياء او يطلعوا او يسافروا او ياخذوا دورات، ونفسهم يصوروا شيء يعبر عنهم بطريقه حلوه وتطلع في النهاية الصورة جميلة وتعبر عن الإمكانيات بالجوال اللي بيدهم كل يوم. بالضبط. حلو. هذا هو طبعا زي طبعا هذه الصور كلها، حلو نتكلم في نفس الوقت، هذه الصور كلها من تصوير الآيفون صحيح؟ بالضبط. جميلة. في أوقات نلاقيها كأنها خلفيات لجوال أو نشوفها على الواتساب. هذا اللي بقول لك عليه، البداية كانت إنه يعملوا كابتشر كابتشر كابتشر، لين استوعبت إنه في ناس تبغى تتعلم، بس هي جالسة في البيت، هي ماسكة الجوال. جميلة جدا الصور، ونحس انه يجينا احساس انها احترافية فعلا، مو بالجوال ابدا. بالضبط. من الامور المسلمة اللي خلاص يعني نقدر نرتكز عليها انه ترى
ممكن بكاميرا الجوال انا استطيع ان انا اظهر صوره احترافيه 100%، لكن ايضا نحتاج احنا بعض القطع اللي تساعدنا انه نخلي من كاميرا الجوال كاميرا احترافيه. يعني مثلا في احد الاخبار ظهرنا قبل كده البالون الابيض لما نحطه قريب من العدسه يعطينا افكت مختلف عن الصوره العاديه مثلا. بالضبط، بس مو كثير، انت كذا كانك بتصعب عليهم. اي بس أنا ايش في قطع انا ممكن اضيفها للجوال عشان تصير كاميرا احترافيه؟ هي حتصير كاميرا احترافيه لو عندك الفكره، الهدف، الاضاءه، الزاويه، وهذه الاشياء كلها موجوده فيك انت مو في الجوال. يعني انا لما جيت ابغى اجهز اشياء ممكن اشرحها استغنيت عن كل شيء، فزي ما انت شايف كتب، كوب قهوه، مجله، هي الفكره انه يكون عندك اضاءه، سواء كانت اضاءه شمس، اضاءه مكتب، اضاءه اباجوره، يكون عندك هنا فكره، تستخدم الزاويه الصحيحه، هدف الزاويه الصح. كاميرا العدسه تكون نظيفه ما عليها غبار مثلا، تفتح الشباك تدخل اضاءه شمس، المكان يكون نظيف وفي هدف للشيء اللي بتصوره. في ناس ينسوا يمسحوا عدسه الجوال يقول لك ليش هذه مره الصورة تفرق سيئة. مره تفرق مره تفرق مره كثير. طيب يعني الفكره الفكره معليش مو بكثره الاشياء، هذه فكره الايفون، ان انا ما اشتري اجهزه، ما اشتري عدسات، ما اشتري عده، ما اخسر ولا اتعلم كثير، بس يكون عندي هدف ومكان انا اقدر اعبر فيه بصورتي. جميل. يعني خلينا نشوف طب مع بعض امل، نبغى نشوف صوره كذا تسوي لنا هي بالايفون، كيف ممكن نحن نسوي تكوين بسيط جدا يعني حاليا في النهايه نطلع الصوره بروفيشنال كانها كذا من تصوير كاميرا. خلينا ما نقول تكوين، خلينا نقول ممكن ناخذ اساسيات صغيره لتصوير الايفون. تصور او نعمل نفسنا بنصور عشان نبغى ناخذ شوي منك كذا. لا مثلا شوف اول حاجه نصور نحن. لا اول حاجه لما تيجوا تصوروا اختاروا الزاويه الصح. يعني انا مثلا بصور الكتب، اوكي ما اجي اصور كيف ما اكون في هذه الزاويه، يا اما انه انا انزل نفس المستوى حقها، يعني عيني تكون مقابله الاشياء اللي بصورها مسطحة. او انه انا اخذها صوره علويه. واحد مثلا بصور الكتب زاويه 45 ما تفيد دائما في التصوير لانها متعود عليها العين. انت حاول لما تكون الصوره صورها على عينك، يعني الشخص لما حيجي يشوف صورتك كانه هو اللي قاعد يصور، ما تكون مايله. صحيح. ثانيا ما اشتت الانتباه، بصور كتاب او مثلا اقتباس، كوب المويه ما له داعي يكون جنبي، الستاند ما له داعي، احاول ابعد الاشياء اللي تشتت المشتتات عن الشيء اللي ابغى اصوره. كل ما كانت الصوره بسيطه تعبر عني، انا اشرب قهوه خلاص اصور كوب قهوه، ما اصور جنبها مثلا عطر او مثلا باقه ورد او روج، لا اشياء معبره وبسيطه تعبر عني. فالبساطه دائما تخلق فن. جميل. يعني هذا اختصار. انا اقول لك في حاجات بسيطه ممكن الواحد استخدمتها. انا ليش سالتك القطع؟ دائما شو اقول لك انا ابغى اشتري القطع اللي هي تساعدني تخليني مصور محترف. حلو. وهذا المفهوم الخاطئ للاسف عند كثير من الشباب والبنات، مو القطع اللي حتخلي الصوره احترافيه، ممكن بصوره الجوال في قطع مساعده مثلا عندك الستاند. انا اعرف كثير ناس عندهم قنوات يوتيوب وبيصوروا يعني فلوقات واشياء وكانهم كاميرات احترافيه. الجوال ستاند من اي مكتبه قدامك وتضغط بالريموت وحتصور نفسك فيديو كامل، ما بيكون فيها اهتزاز يعني بشكل رؤية المشاهد. أيوه. اشياء بسيطة زي ستاندر، لكن كعدسات انا ما أيد ذا الشيء، اهم شيء يكون عندي اضاءة. طبعا الاضاءة مرة تفرق. طبعا الاضاءة تفرق في كل حاجة، يعني كل شيء ما يحتاج، نحن البنات عندنا الاضاءة اهم شيء في العالم. طيب امل، ما تعتمدي على مثلا تطبيقات للفوتوشوب نقدر ننزلها على الجوال ممكن نعدل فيها تعديلات بسيطة في الاضاءة؟ في الفوتوشوب هذا بيكون للكاميرات، هذا شيء ثاني. أيوه. للجوال في برامج مره كثير ودائما اتكلم عنها بالاسلام. افضل البرامج بيني وبينك في الفانتو، في الفانتو تقريبا في كذا برنامج، هي بتضيف لمسه على الصور كتون بسيط، الخط مثلا بيتغير، لكن بالنهايه الصوره اللي انت سويتها هي اللي انت اخترتيها، انت اللي شفتيها. يعني ممكن انا وانت وطراد نمسك اكواب قهوه ثلاثه وكل واحد يصور نفس الطاوله نفس كل شيء، بس ما حتطلع نفس الفكره. طبعا اكيد ممكن انا اسويها باباجوره صغيره تطلع عندي ظل وضوء مثلا، انت تسويها احادي تطلع عندك غموض. قد تكون كل واحد كان في غرفه مختلفه بسبب اختلاف الصوره. لا لاحظ كل صوره حتعبر عن الشخص. طبعاً. انت ممكن تسويها احادي فيها غموض، انا ممكن ظل اخلي فيها تفكير او عفويه، انت بيضه ممكن تكون عاديه جدا. فالرؤيه تختلف تماما. اكيد في النهايه هذه موهبه وفن يمتلكها كل انسان عنده حس فن التصوير. كل انسان عنده طموح يقدر يسوي الشيء ده. احس كل انسان عنده طموح. الشباب والبنات الان صاروا مقبلين جدا على التصوير. بالضبط. وصار الكل يبي يكون مدرب في التصوير، ولكن مو الكل كفؤ انه هو يدرب او يعطي دورات او حتى بالضبط. ممكن يكون عنده العلم ولكن ما عنده المقدره في ايصال المعلومه الصحيحه، وهذا فرق شاسع ما بين الاثنين والناس ممكن ما تستوعبه. كيف ممكن ان انا اتعامل مع مدرب
صحيح واتاكد انه هذا الشخص ممكن يدربني وعلى كفاءه عاليه وانا حستفيد منه واخذ من تحته شهاده. كيف ممكن ان انا اعرف من السمعه، من التجارب، من الناس اللي تدربوا عنده؟ للاسف حاليا صرنا نعاني من مشكله المدربين اللي منتشرين في كل مكان. يعني الدوره برمز سعر فلاني والى اخره، فالناس صارت اوه هذا مره رخيص، هذا اسعاره مش عارفه ايه، فعلى طول يروحوا في النهايه يندموا. انا لو بروح مثلا عند مدرب او مدربه راح اسمع اول شيء عنه، راح اسال، راح اشوف تجاربه والنماذج اللي يصورها، الاشياء اللي بشوفها قدامي. طب كمرجعيه امل، يعني ابغى ما ابغى كمان من السمعه، ابغى مثلا شهاده يكون معتمده او شيء، فين اقدر ارجع له؟ مثلا انستغرام ممكن يكونوا كاتبين شهاداتهم، هذه كافيه ولا احتاج اني انا اسال عن الشهاده اكثر؟ تقدر تسال اي حد يقدر يكتب شهاده. انا مثلا بالانستغرام كاتبه معتمده دوريا ومحليا، بس لما يجوني الطالبات يقولوا لي ايش اعتمادك، فبقول لهم كندي، بريطاني، امريكي والى اخره. يحق لكل متدرب انه هو يسال بكل، يحق له يسال بالضبط. مو اي حد يقدر يدرب، لانه دي حاجه انت بتوصلها رساله. طب كل احد يبي يتعلم التصوير. ايش في اصلا اللي دربوا ما عندهم يعني ما عندهم؟ انا ابغى كثير يجوني طالبات يقولوا لي انا دخلت 5 6 دورات، فلما ادخلهم في اساسيات استوعب انه مو عارفين ولا شيء، او يكونوا عارفين بس البيسك كله غلط، كله غلط، وكاني ببدا من الصفر معاهم. انا اتضايق مع انه ما لي علاقه، بس تزعلي يعني عليهم. هي رساله لازم توصلها صح او توقف، لا توصل طبعا شيء. طبعا. طب في بعض المصورين والمصورات ممكن ياخذوا هذه الشهادات، ممكن تكون يعني عن طريق الاونلاين، بياخذوا الدورات هذه اونلاين وبتعتمد وبيرسلوا لهم الشهادات، وما بتكون عندهم خبره ولكن مجرد ورقه ثبوتيه موثوقه من معهد فلاني برا المملكه وبيخلوها عندهم. كيف ايضا نتاكد انه هذه الجامعات اللي درسوا فيها هي موثوقه ومعروفه؟ يعني والله للاسف انت ما تقدري تتاكدي اونلاين، نادر، لانه اساسا بتسالي حتى لو كان تليفون او واتساب فجاه بتلاقي نفسك في الدوره. بس خلينا نقول نادر نلاقي احد بياخذ شهادات اونلاين، اغلبها بتكون حضور. بشكل عام حنقدر زي ما قلت لك السمعه، اسالي اكثر من مره. اذا مهتمين فعلا انهم ياخذوا شهاده حقيقيه، المفروض انهم هم يسالوا مره واثنين وان شاء الله يسعوا. ما يتوهوا. يسعوا فعلا. بس هي مساله، كل قصتنا ورسالتنا اليوم انه احنا نسال ونعرف احنا رايحين عند مين. شكرا لك امل محمد على هذا اللقاء الجميل، احمد عفوا، على هذا اللقاء الجميل. ويعني ان شاء الله يكون الناس اخذت نقاط اساسيه عشان تعرف كيف تبدا. شكرا لك على شرفتينا اليوم في البرنامج، واكيد مشاهدينا مكملين بفقراتنا، لكن فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.